حقق مسلسل هل يحبني نجاحا لا بأس به وأحب الجمهور بطلي العمل. واليوم رح نقف عند المشوار الفني لزينب تشامجي وجوك هان ألكان. مسلسل هل يحبني هو مسلسل تلفزيوني كوميدي رومانسي تركي عرض في يونيو عام 2016 واستمر حتى فبراير عام 2017. الفنانة زينب تشامجي ممثلة تركية ولدت في بودروم باسطنبول عام 1986، درست بجامعة اسطنبول قسم راديو تلفزيون وسينما وحصلت على ماجستير في الآداب وبدأت مشوارها الفني سنة 2009. أول عمل لها كان مسلسل مجنون ليلى وبتحظى زينب بشعبية كبيرة في تركيا وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عام 2013 في مهرجان أنطاليا السينمائي الدولي عن دورها في فيلم مريم وجائزة خاصة بآسيا والمحيط الهادئ. وتزوجت الفنانة زينب بسرهات بيرم وهو شاب من خارج الوسط الفني. أما بطل المسلسل جوك هان ألكان فهو ممثل تركي ولد في مدينة إسطنبول في ديسمبر عام 1987 وشارك في عدة مجالات منها الغناء والرياضة ودرس في جامعة الأناضول كما درس التمثيل. قدم عدد من المسلسلات منها حريم السلطان وكل شيء على ما يرام، الحب في الغربة، وعائلة زوجي، يحب لا يحب، نبضات قلب، الغني والفقير. وأثبتت موهبته الفنية ونال عدد من الجوائز ومنها جائزة الفراشة الذهبية لأفضل ثنائي عام 2017 مع الممثلة أويكو كارايل في مسلسل نبضات قلب.